السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة جيبوتي في المغرب أو رقم السفارة الجيبوتية في المغرب. رقم التليفون هو 00-212-537-754-900. يبقى تاني، رقم سفارة جيبوتي في المغرب أو رقم السفارة الجيبوتية في المغرب 00-212-537-754-900. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.